ونبقى مع سلسلة التسريبات، وهذه المرة تسريب جديد فيما يخص هاتف البوكو اكس 6 العادي الذي ستعلن عليه الشركة قريبا. الهاتف سيأتي بمواصفات ممتازة وسيكون أحد أفضل الهواتف المتوسطة للعام الجديد، لذلك تابع الفيديو الأخير لمعرفة كامل التفاصيل عليه. إذن الدعم خاوتي ما خسر والو، دير لايك وادعم هذا المحتوى التقني المفيد. السلام عليكم، معكم عادل من قناة دقائق تقنية. على حسب الشهادات التي ظهرت مؤخرا فإن هاتف البوكو إكس 6 سيكون النسخة العالمية لهاتف الريدمي نوت 13 برو 5G، وسيكون أيضا أول هاتف من بوكو يأتي بمعالج سناب دراجون 7S GN2، راح يقدم لك أداء جيد ومتميز. أولا نبدأ بالتصميم. تصميم الهاتف راح يكون هو نفسه تصميم النسخة الصينية مع زيادة إطار كبير راح يحيط بالكاميرا الخلفية مع وجود شعار البوكو بالطبع. حواف الهاتف مسطحة ومنحنية على الأطراف. ما يميز الهاتف أيضا أنه يأتي بشاشة بحواف قليلة جدا مع وجود ثقب صغير في أعلى المنتصف وهو لكاميرا السيلفي. الهاتف سيزن 187 جرام مع سمك 8 مليمتر. أيضا حاصل على شاشة الـ IP53. ظهر الهاتف سيأتي بخامات من الزجاج وسيأتي بعدة ألوان من بينها اللون الأسود والأزرق ولون الفيولوت. وأبرز مميزات الهاتف هي الشاشة، وتعتبر واحدة من أكبر الميزات المميزة لهاتف البوكو إكس 6 القادم بقوة، حيث يتميز بشاشة أولد مسطحة بدقة 1.5K. هذه الدقة راح تقدم لك صور واضحة ومفصلة جدا. أيضا سيدعم الهاتف معدل تحديث عالي 120 هرتز، راح يقدم لك سلاسة وسرعة في التصفح أو التنقل بين التطبيقات. أيضا الشاشة ستأتي بحجم 6.67 إنش، تدعم 68 مليار لون وميزة الدولبي فيجن. والشيء المميز أنها ستأتي بسطوع عالي 1800 نيتس، لذلك لن تعاني ولن تجد مشاكل عند استخدام الشاشة في ظروف الإضاءة العالية. أيضا الشاشة ستستحوذ على نسبة 89.7% من الواجهة الأمامية مع كثافة بكسلات 446 بكسل لكل إنش، ومحمية بطبقة من الزجاج من نوع كورنينغ غوريلا جلاس فيكتس. صراحة إذا صحت الأخبار أن هذه هي مواصفات الشاشة لهاتف البوكو إكس 6 ستكون مميزة في مشاهدة المحتوى وستكون من أفضل الشاشات المتوسطة. أيضا الهاتف سيأتي بمعالج سناب دراجون 7S GN2 ويأتي بدقة تصنيع 4 نانومتر مع المعالج الرسومي أدرينو 710، وسيأتي بعدة خيارات للتخزين. أيضا سيأتي بأحدث نظام وهو الأندرويد 14 مع واجهة الهايبر أو إس 1.0 الجديدة من شركة شاومي. تحصل المعالج الجديد على منصة أونتوتو على أكثر من 580 ألف نقطة، حيث يعتبر ترقية بسيطة على معالج سناب دراجون 778 جي في انتظار تجربة هذا المعالج على أرض الواقع. بدون شك راح يقدم تجربة محترمة جدا في الفئة المتوسطة. وبالنسبة للبطارية ستأتي بحجم 5100 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، لذلك راح يشحن الهاتف بالكامل خلال 44 دقيقة فقط. وبالنسبة للكاميرات سنجد ثلاث في الخلف. الرئيسية بدقة 200 ميجا بكسل بفتحة عدسة F1.7 تدعم المثبت البصري، والكاميرا الثانية ستأتي بدقة 8 ميجا بكسل للتصوير الواسع، وآخر كاميرا للماكرو ستأتي بدقة 2 ميجا بكسل. أيضا الكاميرا الرئيسية ستدعم تصوير الفيديو بدقة 4K والفول HD، وبالنسبة لكاميرا السيلفي ستأتي بدقة 16 ميجا بكسل، وراح تدعم تصوير الفيديو بدقة الفول HD بمعدل 30 و 60 FPS. أيضا هاتف البوكو إكس 6 سيدعم منفذ السماعات، سيدعم صوت ستيريو، أيضا سيدعم ميزة الـ NFC والـ IR والبلوتوث 5.2. أيضا سنجد بصمة الإصبع مدمجة أسفل الشاشة. وأخيرا السعر متوقع أن يكون حوالي 250 دولار فقط. على العموم هاتف البوكو إكس 6 سيكون أحد أفضل الهواتف المتوسطة للعام الجديد خاصة بهذا السعر. وما يميز الهاتف هي الشاشة، حيث تعتبر من أفضل الميزات الموجودة في الهاتف. وفي الأخير ما رأيكم بالهاتف وسعره؟ رجاء شاركونا رأيكم في تعليقكم. دمتم في رعاية الله وحفظه.